صباح الخير وكل حاجة حلوة مشاهدي الصحة والجمال، وأهلا بيكم والحلقة الثانية من برنامج بيقولوا. هكون معاكم سيلفانا الحارس ولمدة نص ساعة كل يوم أربع الساعة 11:30 الصبح. في خلال حلقاتنا هنتكلم عن كل حاجة تخص المجتمع، وهنناقش موضوعات كتير ومهمة بتخص مجتمعنا المصري والعربي بوجه عام، وهنشوف بيقولوا إيه. ودلوقتي هنبدأ برنامجنا. صباح الخير يا تامر، صباح الخير يا صفوت. صباح الخير يا سيلفانا، وصباح الخير يا صفوت، وصباح الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال. صباح النور يا تامر، صباح الخير يا سيلفانا، وصباح الأمل والتفاؤل على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال. خلونا نبدأ النهارده موضوع حلقتنا بقصة صغيرة. قصة بتتكلم عن شابين، الاتنين كانوا بيطمحوا إن هم يشتغلوا في مجال الإعلام. واحد منهم الأولاني ده كان من وهو صغير كل حلمه وكل همه إن يبقى مذيع مشهور. وبالفعل اجتهد في دراسته عشان يقدر يدرس الإعلام، ودخل كلية الإعلام اجتهد فيها برضو وخلصها. بعد ما خلص الكلية ما اكتفاش ان هو بس درس الإعلام، لا ده ابتدى يشتغل على نفسه اكتر، ياخد تدريب وكورسات وتأهيل، لحد ما قدر ان هو يشتغل ساعة واحدة في قناة متواضعة. وواحدة واحدة بدأ يكبر بالبرنامج بتاعه، ياخد مساحة اكبر، بعد كده يشتغل في قناة اكبر، لحد ما وصل للنجاح اللي هو كان بيتمناه وبقى مذيع مشهور فعلا. من الناحية التانية الشاب التاني ما كانش عنده ولا الدراسة ولا الخبرة ولا المؤهلات اللي تأهله انه يكون اعلامي، ولكنه كان عنده قدرة مالية كبيرة، قدر ان هو يشتري قناة كاملة بالهوا بتاعها، وقدر فعلا من خلال القناة دي انه يظهر بشكل سريع ويحقق اللي كان عايزه، ويبقى مذيع مشهور وشهرة كبيرة تقريبا نفس شهرة الشاب الاولاني ولكن في وقت اقصر. تفتكروا حضراتكم مين اللي نقدر نقول عليه ناجح؟ الشخص اللي كافح وتعب وطور من نفسه وقدم محتوى هادف، ولا الشخص اللي ما كانش عنده الخبرات ولا هو مؤهل قوي يعني ان هو يشتغل كاعلامي وفي نفس الوقت ما بيقدمش محتوى هادف بنفس القدر بتاع الشاب الاولاني؟ مين فيهم اللي نقدر نقول عليه ناجح، ولا الاثنين نقدر نقول عليهم ناجحين؟ والله انا شايفه يا صفوت ان الاثنين نجحوا، لكن مقاييس النجاح مختلفه، بس النجاح الحقيقي بالنسبة لي اللي بيقدم محتوى جيد، ولا إيه يا تامر؟ هو ده بالظبط يا أستاذ فادي اللي إحنا بنتكلم فيه النهاردة، موضوع حلقتنا النهاردة مع حضراتكم مقياس النجاح. مقياس النجاح هل هو ثابت ولا مختلف؟ كل ده هنعرفه بالتفصيل، لكن اسمحوا لنا الأول هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع ونكمل حلقتنا مع حضراتكم النهاردة في برنامجكم بيقولوا، انتظرونا. برحب بحضراتكم مرة تانية في تاني حلقات برنامج بيقولوا. هنتكلم زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، هنتكلم النهاردة عن مقاييس النجاح. مقاييس النجاح ممكن تختلف جدا من شخص للتاني، تختلف من مجتمع للتاني، تختلف حتى ما بين المجالات وبعضها. يعني خلينا ناخد نظرة كده على مجال من المجالات. لو احنا بنتكلم عن الأعمال الفنية مثلا، نقدر نقول على العمل الفني ده ناجح عن طريق ايه؟ عن طريق الايرادات اللي بيحققها، ولا الصدى بتاعها والتفاعل بتاعها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ولا ممكن يكون عن طريق الرساله نفسها؟ والله يا صفوت انا من وجهه نظري حاجه، ان لو جينا بصينا على بالنسبه لو هنتكلم في مجال الفن بالعموم ومجال السينما بالاخص، السينما بالاخص المقياس النجاح فيها الايرادات. شباك التذاكر هو رقم واحد اللي بيحدد يقول لك الفيلم ده ناجح او لا. طيب الكلام ده بيتعرف ازاي؟ اي محتوى او اي فيلم بيتقدم في السينما على مستوى جميع السينمات في العالم بيجي كده في اخر السيزون بيقول لك ان الفيلم ده عمل اعلى نسبه مبيعات، حتى لو كان للاسف ان طبعا لو هنتكلم عن في افلام بتقدم محتوى مش كويس او بتقدم ما بتقدمش رساله، ولكنها في الاخر بتعمل اعلى نسبه يعني ايرادات، وده بيكون بالنسبه طبعا للمنتجين او القائمين على العمل بالنسبه لهم هو كده انا ده النجاح بتاعي، مقياس نجاحه، لان هو بيستثمر النجاح بتاعه ده في الايرادات، في الدخل اللي بيجيله من شباك التذاكر. لكن لو رجعنا بقى للسوشيال ميديا، ودي على فكره مهمه جدا، في اعمال في السوشيال ميديا بتتعرض ولكن يعني الريت بتاعها او المقياس النجاح بتاعها المشاهدات، هو ده بيكون المقياس بتاعها، لان هو بيعرض المحتوى بتاعه وعايز يشوف النجاح بتاعي عباره عن ايه. المشاهدات هي اللي بتجيب له اعلى يعني زي ما بيقولوا كده ايه النجاح بتاعي، انا نسبه المشاهدات هي دي اللي بتحدد بالنسبه للسوشيال ميديا مقياس النجاح بتاعها.
يعني أنا فهمت منك إن مقياس النجاح للأعمال الفنية بتحقيق الإيرادات ونسب المشاهدة. ده بالنسبة للسينما. أنا بتفق معاك بنقطة واحدة، إن لو الفن اللي بيتقدم إيجابي يبقى ده نجاح، لكن لو الفن اللي بيتقدم سلبي يبقى ده فشل، علشان الفن عامل زي تاجر المخدرات اللي بيحقق إيرادات عالية. هل ده ناجح؟ يعني ما بحسش ان ده انسان ناجح. طبعا ده بيدمر المجتمع، وعلى فكره الفن كمان بيدمر المجتمع. يعني الفن السلبي اللي بيوجه المجتمع لكل الموبقات ده بيدمر المجتمع، علشان الفن سلاح ناعم وبيحط السم في العسل للمشاهد، وبالاخص الاجيال الشباب والاطفال. ويمكن ده وضح لنا انه لما الشباب دي والاطفال بيحبوا الفنان بيقتدوا بيه وبيعملوا زيه، للاسف بيعملوا زيه. ده بان ازاي؟ وعلى ارض الواقع، ان عندنا الشباب انتشر فيها البلطجه، اللي يعني زي مثلا اقتضوا بفنان حقق ايرادات عاليه وابتدى ان هو ينزلوا الخناقات بالسيوف. هنكمل كلامنا بس بعد فاصل الاذان. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين موضوع حلقتنا النهارده مقاييس النجاح. وقبل الفاصل زميلي تامر كان رأيه ان في الفن مقياس النجاح هو الإيرادات، وانا اختلفت معاه في الجزئية دي، علشان لو الفن سلبي يبقى هيوجه المجتمع لكل موبقات المجتمع، وعندنا بنلاقي ده بالذات لما بيوجه وبيبرمج اطفالنا. يعني عندنا مثلا اغاني المهرجانات بنلاقي الاطفال بيقولوا الفاظ ما ينفعش ان هي تتقال، الفاظ يعني بيتقال عليها الفاظ خارجة، الفاظ إباحية. وللأسف احنا بنربي ولادنا المفروض ان الكلام ده غلط، لكن دلوقتي الغلط راح في الصح والعيب راح في اللي مش عيب، ان بيلاقي الولد او الطفل الصغير ان كله بيقول نفس الكلام ده وبيغني نفس الكلام ده وبيردد نفس الكلام ده، فبقى عادي وتبرمجنا ناحية الأسوأ. فطبعا الموضوع ده لما بيحصل في الفن حتى يتامر لو حقق إيرادات مش هيبقى نجاح، هيبقى فشل. يعني انت تقصدي يا سلفانا اللي انا فهمته دلوقتي من كلامك ان انت مركزه على الرساله، ان هي اهم من ان انا اعمل ايرادات واهم من طبعا الرساله اكيد. وتامر بتتكلم في انه اهم حاجه ان انا بكون بحقق ايرادات، او هو ده اللي بيخليني فعلا ابقى عمل فني ناجح. المقياس ده مش احنا نحدده، ده القائمين على العمل هم بيشوفوا ده مقياس نجاح ليهم. حلو، احنا دلوقتي بنتكلم في مقاييس النجاح بشكل عام ونظرتنا احنا ليها وكل واحد نظرته ليها عامله ازاي. فاسمحوا لي بقى انا اختلف معاكم انتوا الاثنين. ليه؟ لان انا لو اعتمدت على الايرادات بس يا تامر، فانا ممكن اعمل عمل يعمل لي ايرادات كبيره جدا بشكل كبير، وهو اصلا يكون رسالته غير هادفه تماما، رسالته هادمه، واعمل منه ايرادات كتير. ده بقى بيبقى ليها اسلوب معين ان انا هعرضه ازاي، هسوق له ازاي، هستهدف جزء معين من المجتمع او من الشباب الصغير السن اللي هيقدر يخليني اوصل لايرادات عاليه. فده بالنسبه لي مش نجاح او نجاح وهمي. طب من الناحيه الثانيه لو هي رساله بس برضو مش هقدر اقيسها، لانه انا بنشوف ساعات اعمال فنيه فيها رساله حلوه جدا ولكن ما حدش يعرف عنها حاجه. ليه ما حدش يعرف عنها حاجه؟ لان هي ما هو ما عرفش يقدمها بالشكل المظبوط، السيناريو والحوار بتاعها مش مظبوط، التسويق بتاعها مش مظبوط، ممكن تكون الحبكه بتاعتها مش من النوع اللي يجذب المشاهد، فبالتالي يبقى عنده رساله بس ما حققش ايرادات. ده بشوفه برضو مش نجاح. طب انجح ازاي بقى بالنسبه لي العمل الفني اللي اشوفه فعلا عمل فني ناجح، اللي يحقق المزج ما بين الاثنين، التوازن. يعني التوازن بالظبط، انه يحقق ايرادات كبيره عن طريق رساله معموله بشكل محترم وشكل يقدر يجذب الجمهور، فبالتالي انا عملت رساله محترمه للمجتمع وعملت برضو. ما هو في الاخر هو انا عايز اكسب، فلازم اكسب عشان اقدر اعمل حاجه ثانيه. ما هو ده بالظبط اللي مجتمعنا محتاجه، ان احنا نحقق التوازن ده علشان نرفع الوعي ونوجه مجتمعنا للافضل. انا شايف ان الاساس بتاعه القائمين على اعمال الانتاج نفسها. السينما هي زي ما بيقولوا كده مرآة المجتمع، ولو مرآة المجتمع دي فيها تشويه وكل واحد عايز يقدم المحتوى اللي هو عشان بس يكسب منه، لان للاسف احنا فوجئنا الفتره اللي فاتت دي، او مش الفتره اللي فاتت، لو تفتكروا ايام زمان كده في حاجه اسمها افلام المقاولات، كان مجرد بس دي موجوده على طول وموجوده لحد دلوقتي. افلام المقاولات دي اعزائي المشاهدين كانت واحد معاه فلوس عايز يخش مجال يستثمر فيه فلوسه، فيخش يعمل ايه؟ مجال السينما، يجيب اعلى اجر للممثلين ويجيب اي
محتوى او اي فيلم يتجاب عادي او اي سيناريو ويبتدي يعمل يستثمر فيه فلوسه عشان خاطر بس يكسب من وراه. فهو ده صفت في الفتره اللي فاتت دي فوجئنا ان في اعمال او في ناس بتخش مجال السينما عشان فقط تستثمر فلوسها في ده. ماشي يا تامر، احنا بنتكلم هو كسب، هو بس كسب. هل هو كده ناجح؟ هو كده محقق نجاح؟ مقياس النجاح بالنسبه له هو ان هو نجح، لكن بالنسبه لنا احنا كمشاهدين او ك يعني هنقول كناس بتنتقد الحاجات دي، احنا بالنسبه لنا طبعا ده مش شخص ناجح، ده نجاح وهمي. حلو، يعني انتوا كده بداتوا تتفقوا معايا ان احنا لازم نعمل توازن ما بين الاثنين. ما هو النجاح الوهمي كمان موجود على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دلوقتي بقى عايزين يحققوا نسبه اعلى نسبه مشاهده بعيدا عن كل الاخلاقيات والرولز ونقول والعادات والتقاليد، بيخرجوا عن القاعده ويعملوا شواذ عشان يحققوا نسبه مشاهده عاليه، عشان ترند زي ما بيقولوا، علشان يبقى ترند، علشان يحقق نسبه مشاهده، علشان يرجع ايرادات. النقطه اللي انت بتتكلم فيها يا تامر، مع ان ده بقى للاسف السوشيال ميديا فضحتنا فكريا ووعي المجتمع، يعني طبقه كتير في المجتمع بتاعتنا اتفضحت فكريا واتفضح وعيها، وده نزل بينا لتحت. صح ولا لا؟ لو احنا ركزنا على نقطه الايرادات، ما هو التركيز من نقطه الايرادات مش احنا كجمهور اللي بنركز عليه، نقطه الايرادات دي بيركز عليها القائمين على العمل. بدليل ان لو زي ما بقول كده، لو جينا بصينا على الريت بتاع كل شباك تذاكر للافلام اللي بتحصل كان في مصر او بره مصر، في الاخر بيقول لك ان الفيلم ده عامل اعلى نسبه ايرادات. اكيد طبعا السينما بره مختلفه تماما عن الصناعه، عن السينما عندنا في مصر هنا يمكن يمكن الفتره اللي فاتت هي محققه التوازن اللي كان صفوت بيتكلم عليه قبل كده، ويمكن احنا في مصر ابتدينا نعمل المعادله دي شويه بصناعه افلام جيده. هي ابتدت بس كده. قليل احنا هو قليل. محتاجين بس الموضوع يزيد. كويس احنا ابتدينا، اه طبعا، ان في حد ابتدى يبص على السينما بمنظور مش التجاري. لا بس معلش، هو اوريدي ده موجود برضو من زمان، يعني بالنسبه لو انت بتتكلم عن القائمين على العمل، فقائمين على العمل في ناس كتيره بتقدم اعمال محترمه ورساله فيها رساله محترمه وبيعملوا ايرادات كبيره جدا، بس مش كتير يا صفوت. اعترض انا معاك في الجزئيه دي. يمكن الجيل القديم شويه يا سيلفانا، مش كتير بس موجود. الجيل القديم شويه يا صفوت ممكن يكون هو اللي كان بيعمل التوازن ده. احنا يعني على فكره لو فضلنا نتكلم في الفن مش هنخلص وهنفضل نتفق ونختلف. هو عامه مقياس النجاح مختلف عليه في كل المجالات طبعا، مفيش قاعده ليه اصلا. بس هي كانت بتتكلم برضو في نقطه مهمه جدا هتاخدنا ان احنا نروح لحته تانية شويه بره الفن، ولكن احنا بدانا من هنا لان زي ما كنا بنتكلم الرساله دي بتوجه وبتاثر كتير جدا، سواء في طفل صغير، سواء في شاب مراهق، سواء في شاب قدنا حتى. ولكن ده هياخدنا الحته بتاعت المجتمع بقى. يعني يا سيلفانا انت بتشوفي ان ازاي نقدر نقول على اسره مثلا ناجحه، او على اب ناجح، او على ام ناجحه؟ يعني انا بشوف ان الناس بتشوفه بشكل معين، بس تفتكروا يعني امتى فعلا نقدر نقول ان ده شخص ناجح او ده بيت ناجح حتى؟ انا بالنسبه لي مقياس النجاح للامور الحياتيه في اللي بيصدره لنا مجتمعنا للاسف هو مقياس فشل مش مقياس نجاح، علشان احنا بالنسبه صفوت بيقول لي بالنسبه للاسره بيت. لو جينا نطبق بالنسبه للاسره، لو جينا نطبق على الطالب من هو صغير لكبير، مقياس النجاح اللي بيصدره له المجتمع ان هو لازم يذاكر ولازم يجيب درجات عاليه ولازم يدخل كليات القمه، وللاسف ده بيوصلنا في الاخر ان في ثانويه عامه بيحصل حالات انتحار، وفي ناس بيدخلوا كليات القمه بيقعدوا على القهوه عشان هم عملوا اللي عليهم، هم عملوا الرساله وعملوا مقياس النجاح اللي المفروض هم كده خلاص ما فيش حاجه يعملوها تاني، علشان برضو ما فيش اهتمام وتقدير للمواهب، للصنايع، الحاجات دي ملهاش تقدير في المجتمع. لو جينا للام في الاسره، مقياس النجاح اللي بيصدره لها المجتمع ان هي المفروض تفضل تضحي وتدي وما تهتمش بنفسها وتهتم بالاخر ويعني وتفضل تيجي على نفسها، في الاخر الناتج ايه؟ زادت حالات الطلاق، يا اما الام بتقع. يعني هي ما تعملش كده يا سيلفانا، يعني ما تعمل كده، بس انا لازم اهتم بنفسي علشان اقدر اهتم بغيري. موضوع التضحية دي بيعيض على الواحد بالسلب، لازم أشوف احتياجاتي وبعد كده ألبي احتياجات الآخر. طب ما هي برضو عشان بدأ ربط بقى بما إن الأم والطالب، فهو دايما هي اللي بتقول له ذاكر، فهل معنى كلامك ده إن أنا ما أضغطش عليه إن هو يذاكر ويجيب درجات عالية برضو؟ ما هو لو ما عملش كده مش هيعمل برضو الحاجة اللي أنا ما أضغطش عليه. أنا الصح مقياس النجاح الحقيقي إن البني آدم يعمل الحاجة اللي تنفعه وتنفع غيره، إن يعمل الحاجة اللي بيحبها،
لما بيحب الحاجة هيبدع فيها، لكن لما يتفرض عليه الحاجة هيبقى عادي زي القطيع. يعني انت من وجهة نظرك ان هي المفروض الام الناجحة دي تعمل ايه؟ طيب انا عندي وجهة نظر كده صغيرة هقول لكم عليها. انا شايف ان مقياس نجاح اي حاجة في الدنيا بترجع اساسها للمجتمع. المجتمع اعزائنا المشاهدين بيختلف كل المقاييس فيه. يعني لو جينا بصينا لها ان في مجتمعات فقيرة، في دول غنية، وفي مجتمعات يعني زي ما نقول كده ايه دول نامية. لو جينا المجتمعات اللي هي الفقيرة دي، المجتمعات الفقيرة كل مقياس نجاح عندها اللي هو ايه؟ المادة، مين معاه مادة أكتر. والمجتمعات اللي هي المتحضرة أو متطورة شوية، هنقول مثلا على سبيل المثال اليابان. اليابان مقياس النجاح عندها أنت إزاي تبتكر، ابتكرت إيه عشان خاطر تقول أنا نجحت، فده مقياس نجاح. الدول النامية بقى يعني اللي عايز أقول كده اللي زي مصر كده، هي مزيج بين الاتنين دي، مزيج ما بين إن الناس شايفة إن الفلوس هي مقياس نجاح، ومزيج ما بين ان بالنسبه للادب والثقافه والعلم في ناس بتقولك لا ان الثقافه والادب هي مقياس نجاح. طبعا مشاهدينا ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني نكمل موضوعنا، استنونا. ورجعنا لكم مره تانيه ولسه مكملين الحلقه التانيه من برنامج بيقول. لسه مكملين كلامنا عن مقاييس النجاح. يعني انا ليا وجهه نظر شويه انه مفيش مقياس للنجاح اصلا. ليه مفيش مقياس للنجاح؟ لان ده بيختلف من شخص للتاني زي ما كنا بنتكلم، ومن مجتمع للتاني، حتى بيختلف من نظره الشخص لنفسه ونظره المجتمع لنفس الشخص ده. يعني لو انا راجل حاطط شويه اهداف معينه في حياتي وقدرت ان انا احققها فيما يحقق لي السعاده ليا واللي حواليا، فانا كده حققت النجاح اللي انا عايزه، بعيدا عن المجتمع شايفني ازاي او يعرفني او يعرفني او ما يعرفنيش. حتى لو انا راجل بس ناجح في بيتي وناجح في شغلي وهي دي الاهداف اللي انا كنت حاططها لنفسي، في حين ان ممكن المجتمع ما يبقاش شايف نفس ده. بس يمكن لو قلنا بقى مقياس نجاح الاقرب بالنسبه لي هو الشخص اللي بيقدر ينجح في جوانب الحياه كلها. يعني بتلاقي شخص ناجح جدا في شغله ولكن بقيه الجوانب بتاعه حياته متدمره، وشخص تاني ناجح جدا في بيته ولكن عمليا هو مش ناجح قوي. ففي الاخر مش عايزين نشغل نفسنا بان انا هقيس النجاح ازاي، المهم ان انا احط الهدف قدامي واسعى ان انا احققه، ولو ده هيحقق لي السعاده الشخصيه بتاعتي وانا كده حاسس ان انا ناجح وبعمل حاجه يعني مؤثره في المجتمع بشكل ما او حتى مؤثره على النطاق الصغير بتاعي، فانا كده شخص ناجح. أنا بقى من وجهة نظري مقياس النجاح هو نية النفع ليا أو لغيري، سواء لأسرتي أو لمجتمعي أو للعالم كله. وعلشان أفعل نية النفع دي لازم نحلم، لازم نحلم وأحلامنا تبقى ملهاش حدود، علشان كل مستحيل قبل كده ابتدى بحلم. ونعمل إيه علشان نحقق نجاحنا؟ نبتدي أول خطوة في طريقنا. تاني حاجة نعمل ونشتغل على حلمنا ده، بس نعمل بإحسان ضمير، نشتغل بكل طاقتنا. تالت حاجة ان احنا نستمر، علشان الاستمرارية هي اللي بتحقق، حتى لو فشلنا نكمل. علشان ننجح لازم نطلع من دايرة الراحة بتاعتنا ومنطقة الراحة، ولازم ان احنا نغير الفعل عشان تتغير النتيجة، عشان ربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكمان ربنا طمنا وقال لنا ان لنضيع اجر من احسن عمله. فلما نحسن في عملنا هنقدر ان احنا نحقق هدفنا وننفع نفسنا وننفع غيرنا. النهارده اعزائي المشاهدين كلمه السر اللي هنطلع بيها من برنامجنا النهارده النجاح. النجاح هو سر الحياه. مش مهم انك تتعب، مش مهم انك تتعثر في طريقك، هتقع وتقوم وهتقوم تاني وهتحس بعد ما بتتعب والوصول اللي انت وصلت للنجاح اللي انت عملته ده انك مرتاح نفسيا. النجاح بجد هو ألذ شيء ممكن توصله. سيبك من كل المقاييس، ولولا على فكره لولا النجاح لكن هيبقى في مقاييس ولا معايير. النجاح انك تتعب على نفسك وتشتغل. اعزائي المشاهدين النهارده كانت حلقه نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم فيها محتوى جميل، محتوى جيد، وزي ما ابتدينا البرنامج النهارده بابتسامه وصباح جميل بننهيه معاكم برضه بابتسامه وبترحيب مننا لحضراتكم. وان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم في حلقه جديده وموضوع جديد من برنامجكم بيقولوا.